أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج لقاء خاص، ضيفها وزير التربية والتعليم العالي في لبنان مروان حميدي. نرحب بك معالي الوزير، ولو بدأنا معك من الانتخابات التي جرت مؤخرا في لبنان، الانتخابات النيابية، ربما كانت نتائجها مفاجئة لكثير من الناس، لكن المفاجئ أكثر هو احتفال قاسم سليماني بنتائج هذه الانتخابات، وأنه صار عندهم 74 نائب في البرلمان النيابي، برلمان لبناني، يعني أكثر من النصف. بداية، كيف تقيمون نتائج هذه الانتخابات؟ طبعا نتائج الانتخابات هي نتائج ملتبسة إلى حد بعيد، نتيجة قانون ملتبس وقانون فريد من نوعه، خلط بين نسبية ليست نسبية وبين تصويت تفضيلي لم يكن تفضيليا. وبالتالي هذه العملية التي أعتبرها في أساس تحريف، لا أستطيع أن أقول تزوير، ولكن تحريف المسار الانتخابي في لبنان، أدى إلى انطباع اللي هو عند البعض أكثر من انطباع، عند البعض أقل من انطباع، بأنه حزب الله هيمن على السلطة التشريعية في لبنان بعد أن كان قد تسلل إلى السلطات الأخرى. ولكن الأمور يجب أن تؤخذ بشيء من النسبية، من النسبية في التقدير. صحيح أن حزب الله بتحالفه مع حركة أمل مأمن الأغلبية الشيعية إذا صح التعبير بكاملها. صحيح أنه اخترق بعدد من المقاعد المجال أو المساحة السنية، لم يستطع أن يدخل إلى طائفة الموحدين الدروز، ولكنه يتمتع بتحالف يعود إلى سنة 2006 مع التيار الوطني الحر، يعني مع فريق رئيس الجمهورية. هنا الالتباس والمغالطة، هل هذا الفريق هو نهائياً بما يمثل؟ وهو يمثل شريحة محترمة من إخواننا المسيحيين، هل هو فعلا في صف حزب الله؟ قد يكون عدد من القياديين فيه عند حزب الله وأكثر، ولكن لا أستطيع أن أجزم بأن القاعدة العونية بين المزدوجين منجرفة إلى هذا التأييد وهذا الانحراف، لأنه تأييد السلاح خارج سلاح الشرعية اللي هو المشكلة الأساسية مع حزب الله، يتناقض مع بعض آمال وأحلام هؤلاء بأن يكون للبنان جيش واحد وجيش قادر وجيش باسط سيادته على البلد. من هنا تقديراتي أنا أنه لن يستطيع لا الرئيس عون ولا من يترأس التيار الوطني الحر اليوم، يعني الوزير جبران باسيل، أن يأخذ إلى نهاية المطاف جزء من الطائفة المسيحية، لأن ذلك ضد مبادئها اللبنانية في الأساس. يمكن الكذبة تستمر سنة سنتين ثلاثة، يمكن التحالف يكون مفيد في السياسة، في السياسة وفي المنافع لمرحلة، ولكن
على المدى البعيد لابد أن يعود الخط المفصلي عند إخواننا وأهلنا، أهلنا نحن كلنا أهل مسيحي لبنان، إلى خط سيادة لبنان، عروبة لبنان، علاقات لبنان العربية، علاقات لبنان الدولية. أي شيء آخر ذلك، خارج ذلك، انحراف إلى إيران، كلام قاسم سليماني لا قيمة له، رفع معنويات، لأنه في عدة جبهات رغم الانطباع أنه الانتصار في سوريا كامل، وأنه العراق في فقدان توازن مزمن، وأنه في اليمن الحرب لفت وبرمت. أنا في نظري أنه هذه المقولة الحمقاء أنه طهران تحكم، أربع عواصم عربية، ليست واقعية، ليست واقعية، لأنه ولا عاصم من هذه العواصم ثابتة في يد طهران. لا بغداد اللي القوة فيها المناهضة للخط الإيراني لا تزال قوية في كل الطوائف، من الكرد شمالا إلى الشيعة جنوبا، مرورا طبعا بالمحيط السني، لا في سوريا اللي لن تستطيع أقلية مذهبية فاشية عائلية أن تستمر في التسلط على هذا القطر العربي اللي هو فعلا يعني عاصمة العرب وقلب العرب النابض، لا في لبنان، لبنان لفظ أهم من هذه الهيمنات، فهيمنة حزب واحد لن تدوم، هيمنة الدول ما دامت. وبالتالي أنا في رأيي المفتاح سيكون مرة أخرى فلسطين، سيكون مرة أخرى فلسطين. لبنان لن يقع طويلا في هذا الفخ، وبداية الأمور التي نشهدها الآن في موضوع التداعيات التي تمنع تشكيل الحكومة هي بداية مقاومة خط ابتلاع لبنان من قبل حزب الله. لكن معالي الوزير، هناك من يقول إن معارضتكم لحزب الله كحزب مسلح في لبنان تصاعدت بعد عام 2005 بعد محاولة اغتيال حضرتك ثم اغتيال الشهيد رفيق الحريري، تصاعدت هذه المعارضة، لكن رغم ذلك نفوذ حزب الله في لبنان يزداد يوما بعد يوم، كيف تفسر هذه المفارقة؟ أنا أفسر ذلك بفعلا بما جرى على صعيد العالم العربي من انقسامات ومن تطورات أدت في النهاية إلى تراجع قوة الثورة السورية، وذلك انعكس على لبنان. ولكن الثورة السورية في نظري كامنة عند الشعب السوري، ولن يستطيع أحد مثل ما قلت سابقا بأقلية مذهبية فاشية أنه يسيطر طويلا على الشعب السوري. لابد أنه نشهد في يوم من الأيام انتفاضة، لا نعرف الآن من أين ستأتي، ربما في الجيش، ربما شعبيا مرة أخرى، ربما تطورات إقليمية ستؤدي إلى زوال حكم بشار الأسد، وأنا قاطع في ذلك. هذا الأمر اللي أثر علينا بعد ما تخلصنا من الوجود العسكري السوري، بعد ما وضعنا حدود وشكلنا حكومة وطنية، وحتى حكومة اتحاد وطني، بس كان الاتحاد الوطني لا يعني هيمنة أحد على أحد. هذا الشيء تراجع بعد الانقلاب 2011، انتخابات 2009 لم نعرف نحن كيف نثمرها، وأخذنا أكثرية في انتخابات 2009 14 أذار، ولم نستعملها كأكثرية، وربما مغالاتنا في الانفتاح وفي التسامح في كل المجالات أدى إلى تراجع على صعيد المحكمة الدولية التي تحاكم قتلة رفيق الحريري واللي معروف هني ينتسبون إلى حزب الله، وفي مواقع أخرى استفاد فيه حزب الله من الانقسام المسيحي من جهة، ومن نوع من
سأقول الاعتدال الزايد عند القوى التي كانت سابقا هي أركان 14 آذار وتحديدا في تيار المستقبل. عدنا إلى الحديث عن هيمنة إيران على لبنان. حضرتك قلت أن الهيمنة ليست دقيقة، ليست هي التي تتكرر. هي قائمة ولكن ليست دائمة، ليست عميقة جدا، ولا يزال الشعب اللبناني قادر بمؤسساته، بقواه الشعبية، بحرية الإعلام التي يجب أن ندافع عنها وهي الآن تستهدف، بشيء من مقاومة الاقتصاد الذي هو الهدف الآن لهذه القوى، قوى الظلام تريد تحطيم الاقتصاد اللبناني، لأنه مناعة لبنان تاريخيا عبر عقود طويلة، حتى لا أقول عبر ألفيات طويلة منذ أيام الفينيقيين إلى الفتح العربي إلى كل الفترات الأخرى، كان دائما الاقتصاد اللبناني هو الذي ينعش البلد كوطن، كمناخ، كنفس حريات، كمجتمع حريات. فاليوم نحن فعلا نخوض معركة مفصلية مع محاولة السطو على السلطة التنفيذية من خلال ادعاء الأكثرية في السلطة التشريعية، وتحطيم الاقتصاد اللي بسبب حزب الله صار يعني محاصر من عدة قوى، وخصوصا من عقوبات دولية تصيب يعني تنعكس على صحة الاقتصاد اللبناني. السماح للإيرانيين بالدخول إلى لبنان دون ختم جواز سفرهم ألم كثير من اللبنانيين. هذا في رأيي تدبير مرفوض، تدبير تستطيع بعض السلطات في كل دول العالم أن تخص به بعض الأفراد لأسباب تتعلق بوضعهم الخاص، بوضعهم الاقتصادي، بوضعهم الأمني، ولكن أن تعفى بلاد بأسرها من الختم في الانتقال لم نراه بين الدول العربية، وهذا شيء يعني غريب، لم نراه إلا بالاتحاد الأوروبي، وأنا يعني لا أرى أنه في اتحاد إقليمي بيننا وبين إيران، وأرى فيه محاولة ل يعني وضع لبنان في موقع المشكوك به، المشكوك بمصداقيته، وهذا سينعكس سلبا على قدرة اللبنانيين على التحرك، على مصداقية باسبورهم وهويتهم. ونحن نطالب السلطة اللبنانية بكل مستوياتها من الرئاسة إلى وزير الداخلية إلى الأمن العام بوقف هذا التدبير فورا. الوضع الذي وصل إليه لبنان اليوم، قوى الرابع عشر من أذار أو ما تبقى من قوى الرابع عشر من أذار، ما كان يسمى قوى الرابع عشر من أذار، إلى أي مدى تتحمل مسؤولية ما وصل إليه لبنان اليوم؟ القوى القائدة لـ 14 أذار تتحمل المسؤولية، أما القوى الشعبية القاعدة لا تتحمل هذه المسؤولية، وهي لا تزال تشكل مناخا واسعا في لبنان، وهو القاعدة التي أنا يعني أستطيع أن أقول أنها ستشكل الاحتياط الاستراتيجي لانتفاضة لبنانية استقلالية وعربية ومعتدلة تلتزم باتفاق الطائف، لأن نحن ما نشهده هو محاولة يعني القضاء على اتفاق الطائف وعلى التوازنات التي أنهت الحرب اللبنانية. وإذا تغاضينا عن هذا الشيء وسمحنا لأي قوة من القوى، أكانت من جانبنا أو من جانب رئاسة الجمهورية أو من جانب أحزاب محددة، القضاء على اتفاق الطائف، نكون قد أسسنا لفتنة جديدة في لبنان خلال 5 أو 10 سنوات. العودة إلى الصراع مع حزب الله، الآن يبدو أن الأزمة السورية في خواتيمها، وربما قد يعود الحزب إلى لبنان. فيما لو عاد حزب الله إلى لبنان من سوريا، هل تحل المشكلة معه؟
المشكلة بالأساس لم تكن ذهابه إلى سوريا، ذهابه إلى سوريا زاد في المشكلة، لأنه مشاركة قوى لبنانية ولو تابعة لدول أخرى في ذبح الشعب السوري لم يكن مقبولا لدى الأغلبية الكبرى من الشعب اللبناني. هلا العودة ماذا تعني؟ تعني العودة بالأفراد بالسلاح وبأي استراتيجية. ما في شيء بيحل المشكلة مع أي حزب بلبنان إلا الشيء الذي حل المشكلة بعد اتفاق الطائف، وكنت أنا عضوا في اللجنة الوزارية لحل الميليشيات وسحب السلاح منها واستيعاب هذا السلاح في الجيش اللبناني. الجيش اللبناني يجب أن يعود قوة وحيدة على البلد، يؤمن هو وحده السيادة، يدافع عن الحدود، وليس له شريك حزبي عقائدي ديني مذهبي. كل ذلك وصفات لضرب وحدة لبنان آجلا أم عاجلا. هل ما زلتم متخوفين من توجيه سلاح حزب الله مرة جديدة إلى الداخل اللبناني كما حدث في 7 أيار؟ أظن أن الجيش اللبناني رغم أن نفوذ حزب الله ليس غائبا عن أي جهاز من الأجهزة اللبنانية، الجيش اللبناني غير الجيش اللي كان في 7-8 أذار واللي كان جيش حيد لأسباب تتعلق بأطماع رئاسية. هلأ لا أنكر أن هناك أطماع رئاسية جديدة لجبران باسيل مثلا، ولكن أتمنى وأنا على ثقة أن الجيش اللبناني بقيادته وبمعظم ضباطه وبطبعا عديده اللي هو عديد ينتمي إلى كل لبنان، كل أحزاب لبنان، كل مناطق لبنان، كل طوائف لبنان، لن يكون لعبة في يد حزب الله للمغامرة ب7 أيار جديد. ما في 7 أيار جديد، ما حدا بلبنان بيقدر يعمل 7 أيار جديد، لأنه 7 أيار جديد يعني إطلاق أو انطلاق حرب أهلية جديدة في لبنان. بعد الحديث عن الدور الإيراني في لبنان من خلال حزب الله، ننتقل للحديث عن الدور التركي ربما في لبنان، العلاقات التركية اللبنانية، وحضرتك موجود في اسطنبول الآن. أنا بسرور جدا أن أكون في اسطنبول وأحمل شخصيا باسم كثير من زملائي التهنئة إلى تركيا بانتخاب إعادة انتخاب الرئيس أردوغان وإعادة انتخابه بهذه الأكثرية وبهذه السلطات الجديدة التي يتمتع بها الآن، مع دفع جديد من الشعب التركي. أنا بعتبر تركيا بلد قريب جدا، صديق، بلد نشارك فيه في المنطقة في كثير من المبادئ، وبتصور أنه العلاقات اللبنانية التركية هي علاقات أساسية للتوازن اللبناني، ومن ضمانات الاستقلال اللبناني أن تكون علاقات جيدة علاقات جيدة مع المحيط، غير الهاجم على لبنان لابتلاعه. تركيا ليست لها مطامع في لبنان، كذلك هناك دول عربية تساعد لبنان وليست لها مطامع لا إقليمية ولا غيرها. تركيا من دولة إسلامية كبرى أساسية في المنطقة، لها علاقات اقتصادية جيدة، لها علاقات ثقافية جيدة وهي على ازدياد وسنعمل على ذلك. وفي نظري أن كل الشوائب الصغرى التي تدخل أحيانا في هذه العلاقات والتي هي إما بفعل بعض اللاعبين الصغار في لبنان أو بفعل لوبيات تريد أن تدافع عن مصالحها، يعني في موضوع الصناعة، في موضوع الزراعة، هذه أمور تجري بين كل الدول. شفنا الاتحاد الأوروبي الموحد اقتصاديا، منشوف الخلافات بيناتهم، بس لن يؤثر
تدبير جمركي من هنا أو تدبير مالي من هناك على عمق العلاقات بين لبنان. هناك من أثار قلقا عن مستقبل العلاقات اللبنانية التركية بعد فرض الحكومة اللبنانية بعض القيود ربما على صادرات تركيا إلى لبنان، وحصل بين اللبنانيين في تركيا تخوف ربما. لا لا، أصلا حدا حصل في مجلس الوزراء انقسام على ذلك نتيجة أنه هذا سيجر إلى تخوف، ولكن أظن التدابير بقيت صغيرة محجمة وفي نظري لن تدوم، وهذه بالمخيلات الاقتصادية اللبنانية أحيانا بيفتكروا أنه الانغلاق هو سر النجاح. لا، لبنان دولة معولمة منذ التاريخ القديم، منذ الفينيقيين 6000 سنة، دولة انفتاح، تجارة، تشتري وتبيع، تحاور، ولن تكون أبدا أبدا الوصفات الانغلاقية وصفات تنقذ الاقتصاد اللبناني. الاقتصاد اللبناني يحتاج إلى مزيد من الثقة، وهذا لا يأتي بعلاقات مشبوهة مع أحد، مزيد من الانفتاح، وطبعا مزيد من النوعية في الداخل لكي تكون السلعة اللبنانية جيدة، لكي تكون الخدمات اللبنانية التي تميزت دائما بجودة كبيرة أن تبقى على مستواها ولا تضرب بهذه النزعة إلى الانغلاق عند البعض. ومصلحة لبنان واللبنانيين في علاقة جيدة. أنت شوف عدد اللبنانيين بيجوا على تركيا وكيف وتجارتهم مع تركيا، وهلأ في ظاهرة جديدة أنا مبسوط فيها كتير، في عدد كبير من الأتراك السنة عم بيزوروا لبنان. هناك من اللبنانيين من خشي ربما على التأشيرة، يدخل لبناني إلى تركيا بدون تأشيرة. كانت الابتسامة التركية والرد التركي يعني ناجع وحاسم في هذا الموضوع، لأنه البعض حاول في لبنان ومن لبنان أن يعني يعمم فكرة أنه بكرة تركيا سترد على تدبير صغير بتدبير كبير، وإذا تركيا تبقى والرئيس أردوغان على كبريائه في التعاطي مع هذا الموضوع. نصل بهذا إلى ختام اللقاء. شكرا كثير معالي وزير التربية والتعليم العالي في لبنان مرة على هذه المشاركة الجميلة معنا. الله يخليك أستاذ محمد. تسلم. الله يخليك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. في ختام هذا اللقاء، إلى اللقاء.